ربطت نقشا على خدك اسود كالظلام. فقالت مظلة فقلت ليلا كتغرق يا بريه قد الغمام. فقالت ملوشا يتجدد بكم اللقاء متابعينا الكرام مشاهدينا الافاضل. الشوط الثاني عشر يتحرك بوزن الجعدان، واكيد ان فيهن يعني القوه والتحمل والاثاره، وفيهن المرشح، وفيهن اللي تو مشارك، وفيهن اللي سبق وان اخذ ناموس، وفيهن اللي خسران، وفيهن اللي ما ياب رقم، وفيهن وايد يعني. ولكن نحن بناخذ الشوط، بنقيس الشوط عرضه وطول، شفنا الاوراق، راجعنا الاسامي، والتمحنا اسم هني يمكن ان يكون صاحب الشوط اللي هو مجد، وشعار بن كليب مع مجد في المركز السادس هو الان يمكن ان يكون صاحب الشوط هذا، والله اعلم. الترشيح شيء والواقع شيء اخر. نذهب الى شعار ابو محمد على ظهر وبران راشد بن سرداح، او محمد بن راشد بن سرداح من ياخذ وبران في هذا الشوط. اما المركز الثاني الريم سعيد بن سيل بن دليوي، المركز الثالث ضغط سعيد بن علي بن كليب، المركز الرابع اشوف الرابع يا مرحبا بالرابع، يا مرحبا بالرابع، راح الى الثالث، راح الى الثاني، وراح وين؟ راح الى الاول، راح الى الاول. هذا هو مجد، هذا هو مجد، هذا هو مجد، راعي المجد، راعي البطولات، راعي الناموس، راعي الانتصارات. وصلنا الى موقع صحيح، المركز الثالث، المركز الثالث، الوصول من قبل مايهاب علي بن سالم الشيباني في ثالث المراكز. والمركز الرابع على راهز سهيل بن سالم بن دحروي، هذا مفاجئ قوي قادم من سويحان، والله هذا والله اعلم. ما ادري يعني قوه راهي عنده، ما ادري تاريخ راهي، لان ما عندنا معلومه عنه، ما عندنا معلومه عنه. بيتكلم الميدان، هذا هو الميدان لمن اراد التحدي. المركز الخامس شعار احمد بن علي بن واس، والمركز السادس مطر بن محمد بن دحروي على ظهر القائد. والمركز السادس بعيد عنا، خلونا نتابع، بنتابع بن سرداح وبن كليب وبن دحروي راعي سويحان، بن دحروي راعي سويحان، هذا سهيل، سهيل بن سالم بن دحروي. ومنو بينضم لهم من الجماعه؟ احمد بن علي بن واس، هذا عملاق، نعم، الى العمالقه، روح روح الى العمالقه، روحوا يا جماعه، الشوط مستمر، الشوط مستمر، واللي يبغي الناموس شوطنا بيخلص، شوطنا بيخلص، ما تبقى الا كيلو، شوطنا بيخلص، واللي يبغي الناموس اي عند مجد، واي عند بن سرداح، اي عند وبران، وبران محمد براهيد بن سرداح، ومجد اللي بالمركز الاول. يلا نبغي نقول، نبغي عندنا قصيده، ونبغي نقول، نبغي نقول في هذا الشوط، نبغي مجد نقول يلا نشوف يا بن كليب، يلا يا بن سرداح، يلا يا ابو راشد، يلا يا ابو راشد، القصيده جاهزه والشوط جاهز، وال500 متر والاوامر، الاوامر جاهزه. اشوف الثالث، الثالث واصل اللي هو مايهاب احمد بن علي بن واس، والقادم ايضا لا نصيب علي بن سعيد بن صرود مع شاهين. علي بن سعيد بن صرود يهجم بن واس، يهجم بن سرداح، يهجم بن سرداح، يلا يا مجد، يلا يا مجد، عندك ما عندك، يوك اخوانك، يوك يوك اخوانك، يوك طافوا عنك. افا 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 افا، اروح روح روح بن سرداح، روح بن سرداح مع وبران. ولكن القادم، القادم مايهاب احمد بن علي بن واس بن صرود قادم، يلا يا ابو سعيد، يلا يا ابو سعيد، يلا يا شاهين، يلا يا بن صرود، جماهيرك تشجع تشجع تشجع، ويحرك بن سرداح، بن سرداح بن سرداح، يلا يا ابو راشد، يلا يا ابو راشد، سلام سلام، ركض فيه ما فيهن، وركضه يختلف عنهن، هناك بعيد يخليهن، يا بالهناوي ولو ان طرف منهن يموتهن ويحييهن، غصب ويتوحن كلهن. سلام يا ابو راشد، سلام، سلام لمحمد بن راشد بن سرداح والاهباب، سلام، والناموس سلام، ودبي سلام، وبن سرداح سلامين ولا يسدن. المركز الثاني بن واس، المركز الثالث بن كليب، المركز الرابع بن صرود علي،
والخامس مشعان، السادس من دحروي، والسابع بالضبيعة، الثامن بن سليم، التاسع بن كليب، والعاشر بالروية. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، هذه النتيجة. تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بن سرداح على فوز وبران بالمركز الأول في هذا الشوط. تهانينا لكل الأخوة الفائزين. هكذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى الختام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله غدا صباحا في تمام الساعة 5:30. تقبلوا تحيات رئيس هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي، تحيات زميلي محمد بن سعيد بن معلم.